عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. طوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وابدا نستعين. سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، نلتقي بكم من جديد في مهرجان جديد، في مهرجان الأمير الوالد، يحفظه الله تعالى ويرعاه على بركة من الله وتوفيقه. أعلنت هذه الانطلاقة وأعلنت هذه الاندفاعة انطلاقة رابع أشواطنا لهذا الصباح، وفي أول أيام هذا المهرجان شوط القعدان، الشوط الرابع والخاص بسن القعدان الحقايق، الانتاج، شوط للانتاج والمنتجين، شوط لأهل السلالات العاشقين والمتيمين بالانتاج. اول الاسماء تابع، اول المراكز راقب، موحش من يتقدم في هذه اللحظات، وحمد بن فهيد بن محمد الزبدان المري من يقدم لنا في هذه الاثناء شعاره وينطلق على أول الأسماء. ولكن أتابع، أراقب الشيء الخطير، أراقب في هذه اللحظات الواصل لجابر بن سالم بن جابر بن جبران المري مقدما لنا الواصل ليصل البطل في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث أتابع الانطلاقة مع غزيلان ليتقدم بن شفيع، شفيع بن علي بن شفيع الفهيدة المري، ولكن اللي احضر في هذه اللحظات وصل بن مصلح ليقدم لنا شعاره وينطلق في هذه الأثناء. يا سلام يا سلام، الله 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 على هذا الانطلاق وعلى هذا الحضور. وصل وادي لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي من يقدم لنا شعاره، وصل الشاعر وصل. بينما المركز الخامس أتابع شعار بن زيتون ليقدم لنا في هذه الأثناء زعفران ومحمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. وصل المجازف، ولكن العودة وين؟ العودة إلى الواصل، وأداء الواصل وشعار البطل بن جبران، شعار بن جبران الذي أدهش الجميع بإنجازاته وتاريخه العريق. يتقدم في هذه اللحظات ويصول الواصل ويجول بحثا عن السيارة. أذكر لجميع المشاركين بأن جائزة هذا الشوط سيارة عبارة عن جيمس يوكن ستيشن تنتظر يا أخواني، تنتظر يا مالك الواصل، يا بن جبران يا بن جبران. بن زبدان على المركز الثاني يقدم لنا موحش محمد بن فهيد بن محمد آل زبدان المري مقدم لنا موحش على المركز الثاني. والمركز الثالث تابع القدوم والوصول من قبل هذه الشعارات، وصل وادي وسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي من يقدم لنا وادي. أيضا الأسماء واصلة، ولكن وين يا بن جبران؟ وين الواصل؟ الواصل الواصل يغرد وحيدا خارج السرب، الواصل مع الانطلاق الأخير، الواصل وبن جبران. بن جبران بن جبران يردد، أنا بطل الأبطال، أنا البطل الذي لا يغيب، أنا نجم الموسم وأنا نجم المواسم، وأنا من لا يغيب عن ساحات الميادين، أنا الماضي، أنا الحاضر، وأنا المستقبل الكبير. بن جبران يا بن جبران، روح يا بطل روح، روح يا بطل روح، روح بجماهيرك روح. الواصل مع المركز الأول جابر بن سالم بن جابر بن جبران الجربوعي المري. سلام
سلام يا بن جبران، سلام سلام يا البطل، سلام. تهانينا تهانينا والف مبروك. المركز الثاني الجامح عبد الله محمد بن عبد الله بالحب العام. للمركز الثالث كان الوصول من قبل الشارد فهد بن محمد بن عبد الله بن نايفة الهاجر. المركز الرابع كان الوصول من قبل الجذاب عبد الله بن محمد بن فهيد المر. المركز الخامس وصل غزيلان لشفيع بن علي بن شفيع الفهيدة المري. إذن تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي الواصل جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري على هذا الإبداع وعلى هذا التألق والتميز الغير مستغرب من هذا الشعار ومالكي هذا الشعار. 5 دقائق 58 ثانية 43 جزءا من الثواني. تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك البطل على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول من قبل الجامح لمحمد بن عبد الله بالحب العامري. 6 دقائق ثانيتين و43 جزءا من الثواني. بينما جاء في المركز الثالث شعار بن نايفة مع الشارد فهد بن محمد بن عبد الله بن نايف الهاجري. 6 دقائق 3 ثواني 71 جزءا من الثواني. تهانينا تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.